اضطراب شهدته السوق صحيح في بعض المواد كما السكر وكما الزيت النباتي المدعم، وتعرفوا شنو الاسباب نتاعو، هي احنا نوردوا في المواد هذية واكثرها مواد شهدت ارتفاع في اسعارها، علاوه على الارتفاع فما ارتفاع في تكاليف الشحن اللي هي وصلت الى 6 أضعاف معناها مقارنه بسنه 2020 و2021، وكذلك تراجع سعر الدينار، وهذا الكل خلى السعر نتاع المواد هذية يرتفع كثيرا، الى جانب انك ما تلقاش الوفره، المنتوج معناها غير متوفر بالكميات الكافيه وقت اللي مش تشري. 22 طن لم تصل الى تونس، ولهذا معناها احدث اضطراب في التزويد، والحمد لله تجاوزناه، وان شاء الله السوق نتاعنا مش تزود بالماده هذه. الزيت النباتي المدعم كما السكر ارتفاع الاسعار نتاعو، وكذلك نقص الوفره في السوق العالميه خلينا نتاخروا في تزويد السوق. الحمد لله دخلت 9000 طن عندها نهارين، توا في طور التحاليل، وان شاء الله يتم تزويد السوق بها الاسبوع القادم.